السلام عليكم وأسعد الله مساكم. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعة الأخيرة بالحديث عن صاحب الرقصة التافهة والذي شغل الرأي العام الجزائري وأصبحت رقصته شهيرة، وهذا ما طالب به الجزائريون. وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. قال ما يسمى بصاحب الرقصة الأسطورية أنه ينوي إنشاء مشروع جديد هدفه الرقص في الهواء الطلق. هذا الشاب قال وعبر صفحة مليونية أنه ينوي تنظيم تجمع كبير لمعجبيه وسيرقصون في مكان عام. وطلب الجزائريون من السلطات الأمنية إلى ضرورة التحرك فورا وتوقيف هذا الشاب.